مسؤول عن المحمل القديم 23 24 25 26 وكان هو تحت ايده 10 افراد بيشتغلوا في الكسوه الشريفه. وتعاقبت الحكايه ديت، ويكفي ان احنا نقول لك لينا الشرف ان الكسوه تخرج من تحت ايدينا 3 سنين او 4 سنين ورا بعض كمان. والدي اتعلمها منه وانا خدتها من والدي، وبحاول دلوقتي ان انا انقلها كمان لاولادي. اخر حاجه بقى المرحله اللي هي مرحله السلك او مرحله القصب، يعني في بدل ممكن برضه بدل السلك بيبقى في مثلا قصب زي الحاجات اللي معايا كده او اللي ورايا، عشان خاطر برضه ما يبقاش التكلفه برضه جامده على العميل. وطبعا هي عمليه مرهقه، يعني حكايه السلك كمان حكايه مرهقه، او انك تشتغل بسلك نحاس في ايدك دي صعبه شويه.